بالك انت اديهم الشنطه كبير ما اعملش كده بقول لك اديهم الشنطه والموبايلات والفلوس ومشي مش قلت لك ده امن مكان انت كويس يا حاج انت كويس كويس ايه بقى كان لازم تثبت في الشنطه كنت اديها لهم من سكات يا نهار اسود ما تعيطيش يا بنتي ان شاء الله جوزك هيقوم بالسلامه ده مش جوزي ومش بعيط عليه انا بعيط على تحمشة العمر وهدوم اللي راح واطيه واطيه كتر خيرك يا حاج مش عارف اقول لك ايه والله وانت يا ستي بس بقى ما كانوش 2000 جنيه عمري يا سبحان الله انت بتعيطي على 2000 جنيه امال انا اعمل ايه الشنطه اللي خدوها مني فيها 186000 جنيه ايوه بس دول كل اللي معايا لكن انت عندك غيره لا اله الا الله دي جايه تقر على الحاج مالك يا حبيبي الحمد لله انا بخير بس كل الكمبيات اللي معايا اتسرقت في السكه معلش مش مهم المهم ان انت بخير الحمد لله بابا هما مين الناس دول هحكي لك في السكه يلا يلا يا اولاد يلا حاج يلا اركبوا على فين تحت التنكي هتعملي فيها ليمونه في بلد قرفانه اركبي ده ايه المناحه دي يا رب تعالي ما تقلقيش تعالي اركب يا حاج انت كويسين معقول يا سالم دي هتبني بنود وصيتك على كلام واحده بتقرا الفنجان انت وانا عارفين كويس قوي ان ما فرغلي لا هي نصابه ولا هي بتوع الودع اللي بيشتغلوا الناس ايوه بس انت كده بتظلم بسنت بنتك ما هي بسنت من صلبي ومها قالت اللي هيقتلني هيبقى من صلبي برضه مش من حقك تتحكم في توزيع الميراث الا في التلت والتلتين لازم يورثوا حسب الشرع خلاص يبقى بيع وشراء بس انت باني وصيتك انها تنفذ في حاله الموت لا قدر الله مقتول وده ملوش علاقه ببيع او شراء الا على حياه عينك اوه هو انا جايبك عشان تقوحني وتقرفني ولا جايبك عشان تشكل اللي انا عايزه بشكل قانوني واحده يا سالم بيه ما انا لازم افهم عشان اعمل اللي سعادتك عايزه وبعدين عشان الوصيه كمان تطلع مظبوطه شرعا وقانونا انا كان عليا حاجه انا جاي على شغل الدور والبيع على المسكينه دي ولا تشغلي بالك ممكن تقعدي في شقه البنات اللي بيشتغلوا عندي في البازار ولو عايزه تشتغلي هنا انا ما عنديش مانع ربنا يخليك انا جاي عشان شغلانه تانية خالص برضه مفيش مشكله ممكن تقعدي مع البنات معززه مكرمه لغايه ما تلاقي الشغل اللي انت عايزاه الله يفتح عليك ويزيدك يا حاج اظن مفيش بعد كده ما تقولي حاجه للراجل اللي هيسترك كتر خيرك ومالك تعبه نفسك كده ليه ما تقصري الجمله بقول لك والنبي يا حاج كنت عايزك في الموضوع بعد اذنك اتفضل يا ابني تعالى إلا بالحق أنت اسمك إيه؟ سيد السني يا محسن الصدف أنا كمان سيد جميل طب حس كده بقى يعني كان في موضوع مش عارف أفتحك فيه إزاي مكسوف حد يتكسف الواحد زي أبوه قول بس عايز كام؟ 200 300 600 لا يا حاج ده كتير هم 200 جنيه دين فرقبتي وهكتب لك بيه مواصلة أمانة مواصلة أمانة؟ لا يا ابني ما يصحش لا والله صح ولعلمك بقى أنا متعود على كده يا حاج كفايه ان انت وقفت جنبي في الظروف السوداء دي الناس بتنهش في لحم بعض لا لسه يا ابني لسه في ناس ممكن تضحي بحياتها عشان تحمي راجل عجوز ما تعرفوش وده اللي مخلي الواحد يقول ان الدنيا لسه بخير يا ابني هل 950 جنيه حاجه شكرين يا باشا الو ايوه يا قص ايوه ده رقم الجديد بقول لك ايه ابعت لي رقم سمعه وكل الناس اللي عندك والنبي يا اسامه طب يلا يلا هكلمك بالليل نرغي سوا سلام الصورة بيه موجود ايوه يا فندم في مكتبه جوه
في المفاجأة دي؟ ولا حسونة؟ ولا معلم حسونة؟ الله ده مش هنا. أمال البنات قالوا جوه ليه؟ مش عرفت. بيرموا في التليفون. تمام. الله ده التليفون بيرن. الله ده في الحمام. من زمانه جاي. واخد التليفون معاه الحمام ليه؟ بيبعت لأمه اس ام اس. يا اهلا يا اهلا وسهلا. يا حسونه ده انت لابس كعب عالي ولا ايه؟ اخيرا نورتني في المكتب. انت المفروض تشكر المدام، هي اللي صممت تغير عربيتها من عندك مع انك حراق وتاكل مال المستشفى 57. ولا تصدقوا، لو معقول بيبي هيغلط في صاحبه؟ طب عليا النعمه طول السكه عمال يشكر فيك. ربنا يديم المعروف بينكم. امين يا الله يحرقك يا سيدي. اتفضل اتفضل تعال. خش. اه صح خش. اه مهجتي. ها يا مدام، في حاجة زغللت في عينك ولا نروح الفرع التاني نتفرج على الموديلات الجديدة؟ ها ايه رأيك يا سيد الرجال؟ هو انت لما عرفت ان في موديلات جديدة هتعجبك حاجة هنا؟ يا اخويا خلينا نروح نحضر صباع ابن سالم بيه بحتة ألاقة. انت واخد المدام معاك ولا ايه؟ واخد المدام والعيال، مش سبوع وحلقاتك برجالتك، هروح لوحدي اعمل ايه؟ وماله؟ انا كمان اعملها بجميلة واخد المدام والعيال. يلا في داهية. اوعى تكون بتقول يا سيدي الرجاله نقلنا اي حاجه. لو حياتك ده منظر لك على اغلى حته. هات لي مسوده الوصيه معاك وانت جاي اسبوع وجيه، ويا ريت ما تضيفش اي حاجه من دماغك، وبلاش قلبك يبقى رهيف قوي كده. مش حكايه قلب رهيف، ما هي كمان مش مساله ضمير لاننا دافنينه سوا. يلا توكل انت على الله. سلام. بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حسابه، تراكب بتوع الغردقه. انت الخسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه؟ الراجل اللي انت بعته لي جاي ترزار، لا معاه بطاقه ولا تحقيق شخصيه. اه بيقول ان اتثبت في الطريق وهو جاي. انت يا جدع انت خليك معانا. وانا اقول الكهرباء الا اللي في البلد. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ولا شارع عبد العزيز. امورنا يا فندم. معاك يا ابو العز بيه. الو يا سيد المعلمين، شفت اللي جرالي؟ قلبوني يا باشا، ما سابوش غير الهدوم اللي عليا. حاضر يا سيد المعلمين، من النجمه هقوم اعمل بدل فائض والله، بس طمن الباشا من ناحيتي. ربنا يخليك يا سيد المعلمين، اتفضل. ايه يا ابو العز بيه؟ والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد بقى يعني قبل ما تقفل. حاضر يا ابو العز بيه، من عينيا، مع السلامه. ما قلتلوش ليه؟ انت هترغي؟ عاده المرتب هنا 1200 جنيه، عشان خاطر ابو العز بيه هعملهم لك 1350. عداك العيب يا باشا. اكلك هنا واقامتك في سكن الجردات مع زمايلك. زي الفل، فضل ونعمه. واقف ليه؟ اتفضل. ما انا ما كنتش حابب اقعد قصاد سيادتك، لكن لو حضرتك عايز ده حاجه تانية.